مشاهدي الكرام، أهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من البرنامج الإخباري تحت الضوء، ونستضيف لكم فيها الدكتور حميد والسيدي وهو خبير في مجال الاستصلاح الترابي. أهلا بكم ضيفي الكريم. اهتم العديد من المراقبين والمواطنين العاديين بطرح ونقاش إنشاء مجالس شهوية يعهد إليها العديد من قضايا التنمية المحلية، وإشراك المواطنين في مختلف أنحاء البلاد في رسم معالم السياسة التنموية الوطنية عبر إشراكهم على مختلف الصعد. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نناقشه في المحورين التاليين: ما هي الإسهامات المنتظرة من المجالس الشهوية بخصوص التنمية المحلية؟ ما أبرز الملامح التنظيمية للمجالس الشهوية؟ وقبل الدخول مشاهدينا الكرام في النقاش نتابع العنصر التمهيدي التالي. برزت مسألة المطالبة بإنشاء مجالس جهوية في الولايات الداخلية بقوة خلال أيام الحوار الوطني الشامل، بل إن المطلب كان ضمن النقاط الأساسية التي دار حولها الحوار. وبالفعل اعتمد مطلب إنشاء مجالس جهوية يرجع إليها في قضايا التنمية المحلية وتسيير المسائل المتعلقة بالولاية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية. وبما أن التجربة قائمة في العديد من دول المنطقة، فإنه ينتظر على غرار ذلك أن تتكفل المجالس الجهوية بمهام أخرى من ضمنها إعداد المخطط الجهوي للتنمية الذي يصب في النهاية في المخطط التنموي الوطني، وإبداء الرأي في السياسة العمرانية والمشاريع الجهوية المختلفة. شكرا للزميل الشيخ المحيميد الذي أعد هذا العنصر. ضيفي الكريم الدكتور حميد والسيدي وهو خبير في مجال الاستصلاح الترابي، أهلا بكم مرة أخرى. لو نبدأ من المحور الأول، هي الإسهامات المنتظرة من المجالس الشهوية في مجال التنمية المحلية، ما هي الأدوار التي ينتظر أن تطلع بها هذه المجالس؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المجالس الشهوية يرجى منها أن لا تعود بعد قاع في إطار اللي قالوا لا مركزية، وهون منين ندوروا في إطار لا مركزية ندوروا نقولوا عن هون نقولوا عنه تطور في اللي قالوا النظرة التنموية اللي نحن من آخر موريتانيا مثلا من الخمسين من الاستقلال حتى اليوم ذا كامل ممركز في شارع عليه فخامة الرئيس في الخطاب الختامي عن ذا كامل في نواكشوط والداخل ما فيش. نفس الشيء هذه الاشكاليه انطرحت مو على موريتانيا وحدها، انطرحت على فرنسا وانطرحت في كثير من الدول. كما لمنا بعض مثلا فرنسا، كاتب فرنسي كتب كتاب في اخر الاربعينات قال له باريس والصحراء الفرنسيه، معناها عن كل شيء باريس والمناطق الاخرى ما فيش. شي تبنات فرنسا عقب ذاك من الخمسينات الستينات تبنات اللي قالوا لا مركزيه مبنيه على الاقاليم، ذوك الاقاليم من يحكمهم؟ يحكمهم مجالس جهويه، ودورها شنو؟ هو محاربه اللي قالوا عدم التوازن الاقليمي وعدم التوازن التنموي، وهدفه هو ان يعودوا الفاعلين السياسي الفاعلين على مستوى ذوك المناطق انهم هم اللي يقبلوا بزمام الامور تنميه مناطقهم وتعود هم منافسة. وهذا هو اللي جعل فرنسا في الستينات عدلت اللي قالوا لمتروبول دي كليب، معناها الاقاليم اللي دورها عنها تعود هم توزيع للثروه بين باريس والمناطق الاخرى. واليوم من نخرسوا مثلا اللي يجبره مارسي اللي يجبره فينيس يجبره باريس. نفس الشيء قابلته المغرب، نفس الشيء قابلته السنغال، قابلته بوركينا فاسو ودول اخرى. معناها عن دورهم هو في التنميه المحليه والجهويه هو دور كبير، ولا يعود هون قفزه اللي قالوا النظره الشامله اللي قالوا التنميه. احنا نمشي من المركز واعدين نعطوا دور للاقاليم. دكتور، على ذكر ارساء التنميه المحليه، هذا يقودنا الى سؤال، هو ما هي الأسس يعني الضامنة لهذه المجالس الشهوية في إرساء التنمية المحلية؟ على الأساس الأول على الله يعود اختيار هذه المجالس البلدية.
يعود على معايير موضوعية. وأول معيار الكفاءة بعدين. ما نهى عنه ما يعود مثلا شيخ قبيلة والله شيخ جهة والله حد مثلا الكفاءة. الكفاءة ذيك معناها أنه مدد قد تصور تلمية. معناها مدد قد اليوم إلى وكلفت عنها تقود ذي الولاية والله ذي الإقليم والله ذي الجهة تعود قادرة هي عنها اللي تصورها خطط تنموية تقد تعود مثلا تعد القفزة في مجال التنموي. ما نقبلوا مثلا ما نقبلهم على معايير غير موضوعية، معايير مثلا انتماء قبلي وضع جهوي اكسترا، يلا يعودهم للكفاءة هي بعد المعيار الأول. إذا ما عادت الكفاءة هي المعيار الأول مثلا القضية تعود ما هي ما هي ما لم نعرف كان ذوك النتائج المؤاخاة منه من المجالس البلدية منها أنا تقد تعود مثلا اللي هي واصلة عليها. معنى الكفاءة وهذا الكفاءات الموريتانية الكفاءات في 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 الولايات كاملة ما خارج ولاية ما فيها الكفاءات في كل المجالات، وهذا اللي عنه هو المعيار الأول. المعيار الأول الكفاءة، كفاءة في مجال الاقتصاد، مجال الاجتماع، كل المجالات من قبل الكفاءات به اللي هون نعطيكم مثلا شوي هو بعد خارج قد عود الموضوع. مهم عنه على مستوى وزارة الإسكان حالا متباركين مع دراسة مثلا مسح شامل لجميع الولايات. الشامل لجميع الولايات معناها عن كل ولاية اليوم من عند القرية للبلدية للمقاطعة للولاية من نفسها ليعود عندنا تقريبا معلومات شافية وكافية عن المشاكل والموارد اللي فيها. وهذا له يعود الصبح آلة له يبنوا عليه المجالس البلدية يعدلوا مخططات جهوية. وهذا ما يقدر يعدلوا من المواكل حد يقدر يعدلوا يا ما معود عنده مثلا كفاءات في كل المجالات باش يقدروا يعدلوا. دكتور، ما هي يعني الاستراتيجية المنتظرة كإطار عملي للمجالس الشهوية؟ الله على الاستراتيجية المنتظرة عند المجالس يا الله يعودوا قادرين يعدلوا كل مجلس على مستوى كل ولاية يعود يعدل اللي قال له مخطط جهوي لاستصلاح الترابي. هذا هو اللي يقد يعدل يقد ينمو الولاية. أنا عن استراتيجيتهم يا الله أول شيء يبنوها على اللي قالوا مخططات الجهوية لاستصلاح الترابي. وهذا نحن مثلا موتيله حالا في ذلك قال هو استراتيجية التنموية المتسارعة ولا شيء اللي واحدة فيها الدولة حالا في ذلك إطار. نحن على مثلا وزارة الإسكان مخطين عن السنة الجاية ليعادوا قالوا المخطط الوطني للاستصلاح الترابي. والمخطط الوطني للاستصلاح الترابي ليعود مخططات جهوية، وذي الاستراتيجية هي اللي يلا ليتعود عن المجالس الجهوية السنة القادمة بهم للمعلومات كامل عندهم مسح لجميع ولاياتهم ولا يبقى مهم عنهم يعدلوا مخططات جهوية. وذلك المخططات الجهوية يتعود هي أساس التنمية على مستوى المتوسط وعلى المستوى البعيد لولاياتهم. دعنا دكتور نتجاوز إلى المحور الثاني وهو الملامح التنظيمية للمجالس الشهوية. دكتور، هنا قد نتساءل عن ما هو الدور المنتظر من المجالس الشهوية في تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين. لأنه مثلا من أين نقول مجالس شهوية معناها أنه الدولة قبلت قرار عنها اللي تقرب الإدارة من مثلا من المواطنين يتقربهم له. هو كانوا هم مجالس بلديه وبلا يتعود عندنا هم مجالس جهويه معناها عن هذا عاد قرب. مثلا نعطيك مثال حد في ولايته والله حد في نجاقو مثلا بدا في نجاقو والله في ولايته خاصتهم مدرسه والله خاصتهم مثلا نقطه صحيه بدلا من يمشوا مع سلم الإدارية إلى وزارة الصحة والله وزارة التعليم هم عندهم إطار جهوي قادر أنه يتجاوب مع متطلباتهم بدلا من يقيسوا. وهذا هو التقرير نقولوا عنه الإدارة من المواطنين معناها أن هو ما تات له ناتية مستويين، مستوى محلي ومستوى مركزي. عاد هو مستوى محلي ومستوى جهوي.
انا مباشره المجلس الجهوي والله الجهه هي اللي عاد تقد تجاوب مع متطلبات السكان المحليين بدلا من يجلسوا مركز مباشره. وهون نقول عن مولي على مستوى الجهوي على هذا المجالس الجهويه وراهم يعودوا مرتبطين بالمجالس البلديه عنهم اقرب هما معرفه المشاكل على مستوى المحلي ومستوى الجوي من يعود مثلا المركز كيف الوزاره وكيف مثلا الوزاره والادارات المركزيه انا هم اقرب يعرفوا المشاكل المطروحه محليا ويجبر لهم الحلول اللي ناجعه من مثلا الشيء على مستوى المركزي وهذا الله اللي عنه مهم في حد ذاته. دكتور كسؤال اخير ماذا عن فعاليه هذه المجالس في تعزيز اللامركزيه الاداريه؟ هي مهمه في الاطار اللي نحن من قبل مثلا اللامركزيه الاداريه احنا عندنا البلديات ومن البلديات اصبح عندنا على مستوى الجهوي مجالس جهويه وهو المجالس الجهويه اللي تعطي مولي نقولوا عنه فعاليه اكبر في الانقال اللامركزيه، اللامركزيه هون انا ما تينا راجعين الى المركز يا نحلوا مشاكلنا بل عندنا راجعين لا على الانقالو عاصمه الولايه اللي هي اللي تعود مركز الانقالو المجالس الجهويه راجعين للولايه اقرب لنا من حل مشاكلنا بدلا من نقيسوا نواكشوط ولا نقيسوا بلاد اخرى. هذا اللي عنه مهم. لا نختار نضيف شوي عن كيف قلت هذا تقريبا نقول عنه ما هو ورد في الوثيقة اللي أخذ مثلا الاتحاد من أجل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية غير يقول مولي على ركز سيد رئيس الجمهورية على ذيك الكلمة اللي مهمة عندنا كامل ملاحق في الواكشوط راه اللي عن في الدول كامل اليوم من نقبض المغرب الزرنة ومن نقبض رقم مثلا تجربة كندا اللي أنا كنت فيها ونقبض رقم تجربة فرنسا عن اليوم توزيع الثروة توزيع الثروة والتوازن الاقليمي ما يقعدل ما يقدر يعدل مواطن لا مركزيه مبنيه على اللي قالوا الاقاليم الجهويه وتعود عندها دور كبير في التنميه المحليه. كل الشكر لكم الدكتور حمين والسيدي خبير في مجال السلاح الترابي كنتم ضيفنا في هذه الحلقه من برنامج تحت الضوء، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم انتم ايضا مشاهدينا الكرام على كرم المتابعه، تحيه من يوم فريق العمل، في امان الله.